سلام يا ديال بوم هاد سنتين ايه من رباطك واحد كبلا بي هرتا شركي دوان مدحوي ذا كدعي مدحوينو كمرتقى هذي بيلاها بارقة اي مقرر ايسا حرقوفتو دحتي هاللي اما اي كتمد حكتميه دورشوين كوا سو دويني وذا هذا الكا لحمري مدحوينها ايو يبيلاها اي وذا هذا كل لحمري وحانا رجيني ان شاء الله إن أي هل كان كسر صعته وهذا الشقي وينك سنة وضمبه تكله واحد أركي قدر بدأ أي كل شيء لبدأ حسبي قرن وعد إيو كل مية هاي إن أي دور الشدة جلام ما دام وضني وإلا أي مكديدين هاي لكن واحد السويدية واحد أجن هاي كوميشن قوات الضباء هل حبين أيو كلية هاي وضني إما كنا واحد سلقات اللي بده حس بقران إن أي اللي بحب نوضو كلا أي معارض كل لوجو دره أو كلا أحمدنا وضني مدنا وعد مركا سدابة يكون صورته جلسة ما دام هدي وضني سدابة يكون جيدو تضبطي حب نوضنا وحبين تي سي وضني وجو شرتي كلا بحو حبين تلا بعضنا يا صوم عابية اللي يدي حير بالقصة ما ينيا ما دام وضني وديدي به اللي مركا كوميشن كلا دمان من نقول إيوه إنه دورش قبته مركا تاسنا ده سؤال شذي تاجن ويسويدين بيلا ده هاي يا صوم عابة يا الله بدن حبنا هذي ما كله يذكر راعي لفتو ده حب أنت وضني ما دام وضني وديدي يا صوم عابة يا مدة كلا هدي أي كلا بحان تضرب هذي حبنا ده هري حب أنت وضنا سيدي كل رجال إن أي دورش راس أي كل عضو تاسي ده كل واحد وبهانتها إن dadka sharciyagaan ki ay maaragtay iyo de aqalad dambe la keeno inkastoo ay fiicnaan lahayd in ay xisbiyadu ay magaraysa isjiidaan oo maaragtay aan la degdegin oo ay ku fiican tahay wada shaqeyntu way halka waxa laga arkayaa hadii ay noqoto in wadani uu saa ku tago oo kul ay su'aalaha ka taagan tahay commissionkiiba ma dhameystira hadii ay sida lagu sameeyana ببلاشين كأما تاجريا شو وضني وبقول كي والله بيا فرتم وضنك وترب الله عدن كل قاعدين كلا برو برو وضنك مو عظيم هو ده ترى كله كلا برو برد بقول كي والله بيا فرتم ترى يرمى حسب حيستا هو عن دور الشدي كغيب جرين لفتي دونا ده هالك لفتي على مستوى بتاجنا وحويان لكن واحد رجينا يا وان حسب يضرب كرات لنا يا إنه يكون صون نقطان ميسك وده هذا الكا أو أيسكو قنعيا سيدي أي أدعى لهيد إن دورشدنا وقتها عيمان أي كل عضو يجونا إسلقاتان وأنا وحبل الدقدقين إنك استوعي في عن تهاي إن دورشد وأنا السنة كان دافين هذه إلى هاي العضو. المرحلة سالوا حتى شنتم قدام إسلق عليهم حسبي هذا كلية عيد يوغان كقاتل حسبي ودنا ويسوق وارنتك سوق. دو ساعة شيء يروح وين هذا إسلقاتين وكمشوا كاردن هذا. سيدابي دورش كل عيسى بيسويدين لي. وحبين تاني دايو صومك عابية تكالا وحن كاهد للاها وحن وقنا إذا عد قرن كوي فرد ذا بريهن تي فيجي قرن كلفتي سو غيبت سي لوكال كاهو فرد يا وحا تالفتي دو دي ببليشن كاما شعب كرهي سومال لان ريميجي او بضان وحن ديستان إذا عد قرن كيب دي تي في دي ان لوكال كاه مدى وضان مركا هل كالفتي ذا جاب بكرد عيا أنا تدوينه هيلين ورر كحكومة دا ورر كدلكة أنا قم بيجي عن مرة وحنا ركع قفل أو كستو أو ريمي بينه إذا عادي رايستو وحيش يجين بريها بين أي راديو هرجيس دقيسن تلف تذن الد وحويان و وحوي وورفع فينتي قرنك وإذا عدي قرنك سبب يكوت مدنا ما قرنك رو مركا مدحوينا هدي كلي وحن كلوت تلين لها إن أرمها عين كاسة حساسة أيهين ولبا قرهان إذا عضي يتي فيكو غرق تكالي وحن أركي وزيرك بيرها وإساقونا محايتي كهض ليا مشروعي بيرها ما ننتي دويتو وچالة يحاحي إيو بير ولأي شيغي بچت صدح بغلو كونو دولاري أيوكو جرتي وزارة بيرها إن لغو صوصارة بغلو كي بشاني يلاباتن عنتظا ذلك الله جاي استعمال الدون أو الدنيا إن شاء الله وحن مغلي وزير كولا تضاب غلو جوان بانو صوغاي
oo roob la'aan iyo cayayaan iyo waxyaabahaas horta waxa isweydiin leedahay horta uma baahno kaliya beeruhu in cagaf la galiyo la qodo qura cagaftu waa ta ugu horeysa baaq baaq ba jira la dagaalanka cayayaanka jira oo dhasha waxaad maxay tahay loo baahan yahay korjoog baa loo baahan yahay ilaalin baa loo baahan yahay daryeel baa loo baahan yahay kolley anigu halkaa waxaan aaminsanahay inuu dayac xagga wasaaradda beerihi roob la'aanta ka sokow uu halkaa ka yimid midda kale markaad xisaabta qaadato dee wasaarad walba bajet baa ugu jira oo ay fiican tahay in uu yimaado wax la yidhahdo isla xisaabtan oo madaxweynuhu kula xisaabtamo wasaarad walba bajetkii sanadkii hore ugu jiray maxay ku qabteen yacnii mashruucaas beeraha oo kale waxa aan xogogaal ku maqlay $300,000 oo sanadkana ugu jira wasiirkuna wuxuu sheegay 920 hektaar oo wajaala ah 700 oo beer iyo xaaximida adigu tiro 3,000 hektaar oo wax dhiman 2,700 hektaar meelaha ay qodeen marka markaad xisaabta 2,700 hektaar cagafta saacaddii waa $10 waxaan $30,000 ahayn $50,000 ay ku baxeen qodaalka caynkaasa marka de in maaragtay wasaaraduna ay isla xisaabtan keento xisaab xidh wasaarad walba ma hayado qura odhod ku shaqeeyo meelo badan ma garanaysaa dee la ogaado waayo $300,000 waxa lagu qodi karayaa yacnii wax ka badan 10,000 hektaar ayaa maca cayayaanka buufinta cayayaanka daryeelka beeraha ay wax badanna ka soo go'i karaan intaas waxa weeyaan dee talooyin iyo tusaale yacnii aanan cidna ku xajiimeyn ahayn laakiinse ay tahay inay maaragtay xukuumadda iyo madaxweynuhu oo odhad ka shaqeeyo oo isla xisaabtan wasaarad waliba sanadkii marka maaragtay bajetku go'o dee wixii ay ku qabatay ay xisaab xidhkeeda qadinto oo la arko dhinaca kale waxaan ka weydiinayaa siyaasi axmed xabdo la yiraa golayaasha guurjada iyo wakiilada waxaa loo soo gudbiyey madaxweynaha soomaaliya loo soo gudbiyey warqad uu ku dalbanayo in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha wakiilada iyo deegaanka arrintaasi muddo kordhinta oo madaxweynaha hadda talada hayaana waqtigii uu mucaaradka ahaa ku dhaliili jiray xukuumadihii ka horreeyey sidee kula muuqataa adiga de horta waa waxyaabo inagu ah nabar inagu ah in mar wal oo kastaba ay doorashadeenna iyo commissionka laysku qabsado in badanna waan ka hadlay in mar lasoo afjarana way ku fiican tahay commissionka wadashaqayntiisa commissionkan imanka anigu runtii dhalil waxaan uga dhigayaa waxa weeyaan berdhoweyto laba xildhibaan oo maxay ahaytoy ay jaga banaanaatay baa isku qabsaday dee waxa dhacday labadii xildhibaan way kala saari kari waayeen marka 240 murashax oo tartamaya dee dhibteeday leedahay taa lafteediyo in maaragtay ma la kordhiyo ama siyaabo kale loo dhigo ayay u baahan tahayo aad iyo aad ay uga shaqeeyaan marka in ma garanaysa haddii xisbiyadu ay soo afjaraan oo aanay jiidanku jiida waa gacmadaalisi aanay noqonin oo mar yacnii dhinac laysaga dhigo inaanay mar walba laysku qabsan commission iyo doorasho dib u dhacda laakiin dee haddii ay wax xaalkeenna hadduu noqdo uun mar wal oo kastaba inta laysqabsado dib u dhacdo dee waa khasab in golayaasha loo kordhiyo iyo inuu madaxweynuhu kala diro labadaba xaqba uu leeyahay codsigan uu kasoo codsaday golaha guurtida maadaama waqtigooda dhow yahay madaxweynuhu xaqba uu leeyahay waa sax maadaama dee xisbiyadu ku heshiin waayeen in ay dee doorashadii ama garanaysa iyagoo heshiisaba ay commissionka isku waafaqaan